أهلا بكم معنا احنا أصدقائك. مثل ما وعدناكم أيضا اليوم راح تكون لنا متابعة لكل ما هو جديد في مرافق شركة المشروعات السياحية. تابعونا. أعزائي المشاهدين، قبل أن نتعرف عن كل ما هو جديد في مجمع أحواض السباحة، خلونا مع هذا الخبر السار الخاص في النساء. شاطئ المسيلة اعتبار من 12/6 ولغاية 15/9/2004 خصص 3 أيام في الأسبوع خاصة في النساء. الأيام هي السبت والأثنين والأربعاء. التليفون مثل ما أنتم شايفين طالع معاكم على الشاشة، اللي وده يستفسر أكثر يتصل على شاطئ المسيلة. الحين خلونا ننتقل إلى مجمع أحواض السباحة من خلال هذا اللقاء مع الأستاذ فهد العون مدير إدارة الواجهات البحرية. راح نتعرف على جديد مجمع أحواض السباحة. احنا عندنا الحقيقة شيء جديد صار أيضا، اللي هو العام بدأنا فيه كبداية التجربة، والسنة الحمد لله ثبت نجاحها، اللي احنا عملنا حوض مغطى في الحوض الأولمبي وحوض الغطس، مغطى تغطية حديثة، وأيضا يعني صرنا نشتغل طول السنة. في السابق كان نشتغل بس في فترة الصيف، الآن صار لا، فترة الصيف فترة الشتاء، حوض الغطس وحوض الأولمبي. برا حوض العائلات أيضا في 3 أحواض، حوض الكبير وفي حوضين صغار للأطفال حتى لعمر سنة. نعم. والسنة أيضا في الحمد لله خلال الأعوام السابقة ما كان عندنا أي مشكلة ولا أي حدث حصل غير طبيعي. احتياطيا السنة عملنا زيادة في عدد المنقذين، يعني نعم. راح يكون متواجدين المنقذين من فترة الصبح افتتاح لين آخر دقيقة نسكر فيها. احنا هني في مجمع حواس السباحة طبعا بانتظار الطلبة جميع الأعمار يخلصون الامتحانات، واحنا بدأنا يعني تقدر تقول احنا يعني جاهزين من الآن في توفير كل احتياجات الرواد المجمع. نعم. شنو الجديد عندكم استاذ فهد؟ احنا يعني اول شيء السنة اعطينا اهتمام كبير للتدريب، واهتمينا وايد وعملنا مدرسة خاصة للتدريب، والتدريب احنا عندنا يبدأ من الأعمار الصغيرة إلين حتى الأعمار الكبيرة، ووفرنا
عدد من المدربين. الشيء الثاني زودنا المنقذين بحيث انه يكون كل حوض عليه على مدار الساعة اكثر من منقذ للاهتمام طبعا بالناس اللي تسبح اضفنا ايضا ضمن استعداداتنا ان احنا قلنا مدام الطالب احنا طبعا اهتمامنا بجميع الرواد وجميع الاعمار سواء العائلات او الكبار، بس احنا نعطي اهتمام للطالب في فتره الصيف العطله المدرسيه ان لما يجي ما يجي بس يسبح وبعد السباحه يلاقي نفسه انه ما عنده شيء يسويه، لا احنا قلنا نعطي اهتمام بالطالب بعد ما يسبح او قبل ما يسبح ناخذ نشغل وقت فراغه بالكامل بحيث انه يقدر يسبح بعد السباحه اذا يبي العاب تسليه. عندنا جميع انواع، عملنا صاله خاصه للفيديو جيم جبنا فيها كل الالعاب الحديثه والعاب ايضا عضليه اللي هي من نشاط رياضي سواء تنس طاوله او البيبي فوت او الانشطه اللي فيها حركه. ايضا الرواد اللي عندهم اهتمامات غير السباحه في استحدثنا فوق عندنا في صالة الإضافة إلى لعبة البلياردو في لعبة اسمها الكيو ليزر، وهذه أيضا لعبة حديثة وتعتمد على المجهود الذهني والعضلي مع بعض. فالليينة أضفنا إلى ذلك إلى جانب الجزء الملاصق في الشاطئ للمجمع أضفنا لعبة كرة القدم الصابون أو ماي، فالرواد اللي يجون ما راح يلاقي يعني وقت فراغ، اي نشاط متكامل. نعم، والافتتاح يعني مواعيد العمل في مجمع حفاظ السباحه الساعات بدنا نتعرف عليها. احنا نفتح من الساعه 8 الصبح للساعه 11 بالليل متواصل. نعم. ونستقبل الرواد في خلال هذه الاوقات بدون انقطاع. نعم. احنا قاعدين نلاحظ وشغله انتم تركزون عليها بعد انه يعني تحرصون ان اولياء الامور يكونون مع اولادهم. يعني فهذه الشغلة حلوة، يعني إن مثلاً من خلال الصالة الموجودة هنا فيها ألعاب إن حتى ولي الأمر إذا ما يتسبح يبي يراقب عياله، يعني عياله يتسبحون ما دام في مشرفين أيضاً يستانس. والله أنا يهمني وايد ولي الأمر أو ولية الأمر تحضر، يعني وهذا حقيقة طلب أو رجاء إن ولي الأمر أو ولية الأمر يفضل أن تكون ترافق أولادها أو أطفالها. إحنا اهتمينا بهالناحية هذه أيضاً السنة من ضمن الاستعدادات، عملنا صالة خاصة وكبيرة فسحة وراح نحط فيها جميع وسائل الراحة للولي الأمر نفسه، يعني سواء إذا بينتظر أولاده أو أطفاله في طبعاً من سواء قراءة الجرائد أو في التلفزيون حاطين له وسائل الراحة بحيث إنه ينتظر ويرافق الأولاد. إحنا نشوف هذه وايد مهمة. نعم. أفضل من أن أي الولد أو الأولاد يوم بروحهم، للأسف الشديد هم نفسهم يبون توجيه، إحنا نوجه ولكن توجيه ولي الأمر غير، يعني يستخدمون آلات حادة يتهاوشون بين بعض، واحد يعور الثاني، واحد في وجود ولي الأمر أكيد طبعا راح يعطي صورة غير الصورة هذه، ويكون فيها جوانب أيضا اهتمام أسري وتربوي. وإذا مثل ما تذكر إحنا المرة اللي فاتت تكلمنا عن لما عملنا دورة بطولة البلياردو بالاشتراك مع قراس، والحقيقة أنا والكل يعني تفاجأنا في نجاح هذه الدورة، وحضر كثير من أولياء الأمور، الأب والأخ والولد الصغير وكلهم كأسرة يحضرون ويشاركون وشاركوا، ونجحت الدورة الحمد لله يعني بنجاح كبير. نعم. أتمنى أن في كل الأنشطة هذه تصير كذي، أتمنى حضور الأبو معانا. نعم. إذا مو الأبو الأم، إذا مو الأم الأخ الكبير. نعم. فهد، يعني من خلال كلامك يعني نعرف أن مثل شركة المشروعات السياحية يهمها أن مثل العائلة بالكامل تتواجد في أي مرفق من مرافق شركة المشروعات السياحية وتستفيد من الموجود في هذه المرافق. احنا أيضا بعد يعني ودنا نتكلم على الأسرة وننتهز فرصة وجودك، يعني أنت مدير إدارة الواجهات البحرية والواجهة البحرية، يعني من ضمن مسؤوليتك وأيضا بعد يعني نتوقع أيضا بعد امتحانات الطلبة أيضا أن الأسرة يستفيدون من الواجهة البحرية، يقعد
يقعدون خاصه بالليل، ممكن الناس يقعدون ليل فير بعد على الواجهه البحريه خاصه في عطله الصيف. يعني هل لك ملاحظات استاذ فهد مثلا على اولياء الامور حتى تبقى الواجهه البحريه يعني مكان وملتقى للعائلات طوال العام؟ والله انا احب اضيف قبل لا نتطرق للواجهه البحريه، احنا اليوم بدانا بالتعاون مع طبعا بشرف شركه المشروعات السياحيه وتشجيع منها للطلبه، ان اليوم بدانا مقابله الطلبه في العطله اللي يبون يشتغلون يبون يتدربون، وفعلا يانا اقبال كبير كبير جدا. يعني انا اليوم حقيقه شيء الحقيقه يعني يشجع، وانا كولي امر او كمسؤول هني اقول مشكورين للناس اللي يو. انا اليوم قابلت مجموعه كبيره اهلهم جايين معاهم، اللي جاي ابوه معاه، واللي جاي امه معاه، واللي جاي اخوه الكبير معاه. ولما عرضنا عليهم المكافأة المالية كلهم بدون استثناء قالوا مو مهم، المهم ان احنا نشتغل. وهذا حقيقة شيء يشجع، وانا اشكر الطلبة ذيل اللي هي، واشكر طبعا اولياء امورهم تشجيعهم لهم، يعني موجهينهم الى شغلة يفيدون ويفيدون المجتمع فيها. جايين نستفيد صح، يعني شباب ما راح تقطع، ما راح تسافر، قال ما يهمني انا، المهم اتدرب على شيء استفيد منه. يفيد ويستفيد. شباب التزام في دوام في حضور في كذا، قال لا 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 انا جاي اداوم بل بستفيد. فالحقيقه انا احب اوجه لهم شكر من الان، الناس اللي انضموا لنا او الناس اللي يبون ينضموا لنا. الموضوع الواجهه البحريه موضوع كبير، موضوع واسع. تعرف الواجهه البحريه تمتد اللي هي من ضمن من دوار البدع اللي احنا نسميها منطقه البلاجات الين سوق شرق او ما بعد الابراج. هذه تبدا بالعطل بايام السنه اعداد كبيره جدا، ويون رواد من جميع الفئات وجميع الاعمار. في منهم طبعا الاغلبيه جاي يبي يرتاح. احنا مهتمين في الواجهه البحريه، في زراعه، في شجر، في يعني كانه قاعد في حديقه ومقابل البحر، فهو جاي يستمتع، جاي يرتاح، جاي يقضي وقت فراغه. لكن في فئه او في ناس جايه تخرب. فأنا أتمنى إن شاء الله يعني أيضاً نركز على هالموضوع، مو بس من جانبنا إحنا المشروعات السياحية مهتمين، أنتوا الناحية الإعلامية أيضاً مهتمين، نبي وزارة الداخلية أيضاً مشكورة قاعدة تشاركنا وتدزلنا دوريات وتدزلنا حقيقة حتى المباحث متوفرين، البلدية قاعدة تتابع موضوع النظافة، لكن إحنا نبي ولي الأمر. حرص ذاتي من الأسرة نبي يعني. أيوة نبي هالولي الأمر، نبي أيضا إن شاء الله والتعاون مع وزارة التربية، أيضا التربية تهتم حتى في المدارس، لأن إحنا ما تصور إيش كثر قاعدين نعاني وإيش كثر مصاريف قاعدين نصرف علشان نظهر الواجهة البحرية بالمظهر اللائق. في المقابل إتلاف في المرافق هذا اللي تتكلم عنه بشكل مو طبيعي، يعني خسائر شركة المشروعات السياحية قاعدة تدفع مصاريف يعني فوق المعدل وفوق العادة. تعانون منها بشكل يومي؟ بشكل يومي، يعني لدرجة أنا أضرب لك مثل، نركب لمبة، اللمبة هاي تكلفتها عالية، بعد ساعتين في ناس كأنه هي يكسر اللمبة. دورات المياه حاطينها لخدمة الرواد وخدمة الجمهور، هي يكسر الداخل. هي تسأل الولد، تسأل ليش ما يعطيك جواب، سوى إن إحنا يعني ما نبدأ نقول والله هذين الأولاد منحرفين وهذا. احنا نتمنى، وانا اناشد الحقيقه اولياء الامور، الامهات، الابهات، الاخوان الكبار، يا جماعه نبهوا اولادكم، قولوا لهم انتم جايين هذا مكان يعني ما هو للتخريب، ولا احنا خسرنا عليه وسويناه وتعبنا عليه عشان انتم تيون في لحظه تروح تكسر وتخرب. هذا المكان بالعكس هذا لك انت ولزملائك ولربعك ولاهلك، على اساس راح يعني مرفق عام مرفق محافظ عام على مسؤوليه الجميع، يعني في جميع دول العالم هذا ما تلاقي فيه التقليد. احنا هنا عندنا بشكل زايد وقاعد يزيد، ماني عارف يعني احنا يعني المشكله انه مستمره. نعم، ونتامل ان شاء الله انه يسمعونا الحين الشباب ويتعاونون معنا، انه يا ريت يعني حتى لو كان فيهم مجموعه تلاقي خمسه او سته، واحد فيهم مشاغب هم نفسهم ينصحونه. نعم، او يوجهونه يا معود لا تكسر لا تخرب. Thank you.
وصلنا معاكم إلى ختام نحن أصدقائك. الأسبوع المقبل إن شاء الله راح تكون لنا متابعة لكل ما هو جديد في مرافق شركة المشروعات السياحية في الصيف. انتظرونا. Yeah.